مرحبا بك يا ابو صالح، ومسيت بالخير. يا مرحبتين والفال الزين. اليوم معنا واحد من الشقره اللي ذكرت. يا سلام تبارك الله، وضيوف غالين ومكرمين ان شاء الله. من طيب راسك الله يسلمك. وسط الزملاء ما شاء الله تبارك الله. الحضيض يا اخواني اللي يبتدي بالخير من صباح من بدري. الله الله. نعم، ويذكر مثلا اذكر المساء والصباح، يكون مع الله يكون معه، ويحفظ الله يحفظه. وعليك بالرفقة الصالحة. الرفقة اللي ما هي بطيبة يا اخواني تراها تضيعك، وتراها مثلا تجيب لك المصايب. وخلك مع المسلمين. انا يذكرني واحد يا اخواني قبل، يعني ما نطول عليكم، احنا بوقت التسليم والسلام، أسلام. والله يسلمكم من عذاب النار. هذا مسجد يقول شيده رأيه الله يجزاه خير، وتكلف عليه، لكنه ما تزفت زفلة الشوارع اللي بجناب المسجد. يقول يوم جاي يوم من الايام، يقول له والله هذاك الشاب رجال، يقول له والله على هذاك السياره اللي ما ادري وش شكلها، اي اللي تلفت النظر. يقول هو يقوم يفتر وين؟ بالارض اللي ما زفلت، يقول على هالمسجد. يقول وفتر. يقول فيه واحد من المسلمين يقول ركب الكاميرا عليه من يوم انه قام يلف. قالوا لف ولف ولف ولف. قال يوم من حد لفات يقول هالي فحط على المسجد، يقول شاف الرجال اللي مركبين الكاميرا عليه اللي صوره. الله الله. يقول هو يتناوله، يقول يبي يصطمه ما عليه. يقول العقل رايح، شوفوا شلون لهالدرجه. قال يوم اقبل عليه در الرجال نبي يصطمه ولا بيضرب على طرف الدار ولا يبي يعدمه. يقول هو يحوص، يقول له والله نبركنا المسجد. يقول السياره، يقول له خايب الرجاه يراعيها. يقول له كشاب، يقول لي يا رب نفسه انه فوق الدنيا كل ابوها. قال هو يطلع المسدس، يقول يبي، يقول ضايع عقله. يقول هو ما به بلا، ما به الاسكار ولا شيء، لكن طشت شباب. والانسان اللي ما يرجع لعقله تراه يضيع يا اخواني. صحيح. جاه واحد يقول على طول، قال يقضبه من ورا، يقضبه المسدس قبل يثور. قالوا تستف الرجال، يقول على طول، يقول ازهموا على الشرطه وعلى المسلمين. يقول جاهم على طول، عندما جو قال انا ما فعلت شيء. مره مهما كان هم اللي حدوني وصدمت المسجد، والمسدس ما هو بلي، المسدس للامام وما ادري وشلون. قال رجال المرور او رجال الشرطه، يا جماعه ما في واحد ركب على الكاميرا. قال له والله الله انا ركبتها من البدايه الى النهايه. قال جيبها، المهم انه مشاها قدام المسؤول. قال له والله فضايح. قال له بعكس ما قال، سبحان الله. قالوا هذا الرجل يدي رسالته ويدي مثل شهادته وله جائزه كبرى، ومثل هذا الرجال اللي يثر على المسلمين ويضايق المسلمين ويفحط على المسلمين، هذا يجب عليه انه مثل يبلغ على طول ويوثق مثلا الصوره وياخذ جائزه يعني جدا، ويشكر على الشيء ذا ويشكر ويذكر. يقول المهم انهم شالوا، واذا انه داجة لاب مثل ما قيل. نعم. والحمد لله يا اخواني الدنيا ترى فيها وفيها، لكن اهل الخير كثير، وشبابنا يا اخواني فيهم كثير. وحنا وقت الاختبارات هذه الايام تبدا من بكره للشباب، وترى فيه شباب ضايعين داجين. لما انهم جاهم الواحد مثلا رويسه ويبين نجاح، قالوا انت اليوم بين عليك انك تبي تختبر، نعطيك حبيبات على طول تصم الاختبار على طول، وضيعوه. ولا منها اخطا ولا عميت عيونه، قال لي فكت نعيد لك مره ثانيه، وبالاخير يملكونه بدون اختياره يا اخواني. وهذا امر عظيم، وهذا يجب كل مسلم ان الدوله ما قصرت تمسك من البلاء والمصايب وكل شيء، والله انها بصالح المجتمع وانها بالميدان، جزاهم الله خير. سلامه الجميع يا اخواني، طولت عليكم. مغانم ارحب يا ابو نايف، هذا ترى مايكك، هذا المايك معروف، هذا المايك عندك دائما يجي مبكر. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. شغال بس والله حسب الظن شغال. اي والله اللي تبي احنا على الهواء الان ناكله عدم. اي ابو نايف مرحبا ومسهل، يلا حيه.